سبب وتفاصيل مقتل الشاب السوري سلطان جبنة أمام محله بإسطنبول، وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء مقطع فيديو يظهر مقتل الشاب السوري سلطان جبنة مساء أمس الاثنين في منطقة تقسيم بمدينة إسطنبول غربية تركيا. وأظهر الفيديو المتداول بأن الشاب سلطان يبلغ من العمر 21 عاماً وتوفي بعد تلقي طعنة بسكين أمام محله في تقسيم وسط صراخ أصدقائه وتجمهر عشرات الأشخاص. وتوفي الشاب السوري متأثراً بجراحه من جراء طعنة سكين تلقاها خلال مشاجرة بين مجموعتين تركيتين أمام محله في منطقة تقسيم. وأفاد صديق الشاب السوري سلطان بأن جثمان صديقه نقل صباح اليوم الثلاثاء من مشفى جيهان في إسطنبول باتجاه سوريا، حيث سيسلم إلى عائلته هناك في ريف إدلب. وأضاف صديقه أنه خلاف لم يكن الشاب يفض مشاجرة بين الشبان المتشاجرين، نافيا أن تكون حادثة الطعن لدوافع عنصرية.